الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات مع درس من دروس الصيام وحكمة من حكم الصيام، وهي الإخلاص. فالصيام عبادة خالصة لله عز وجل، لا يطلع عليها إلا الله، لا رياء فيها ولا سمعة، حيث قال الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه من أجلي، والصيام لي وأنا أجزي به. فعلينا أن نحقق الحكمة من الصيام، وهي الإخلاص. وإذا حققنا الإخلاص في الصيام فلنحققه في كل العبادات، في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، في كل عبادة فرضها الله عز وجل لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكل فعل وكل شيء يصدر عن العبد حتى يتقبل منه لابد أن يتوافر فيه شرطان: الإخلاص والاتباع. الإخلاص أن يكون خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون فيه شرط الاتباع، أن يتوافر هذا الشرط فيه، أي يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذا قال أحد السلف: ما من فعل يصدر عن العبد إلا ينصب له ديوانان، أي يسأل عنه سؤالين: لما وكيف. لما يسأل بها عن الإخلاص: لما صمت؟ هل صمت إخلاصا لله عز وجل أم رياء؟ لما صليت؟ هل صليت لله عز وجل أم صليت ليقول الناس أنك مصلي؟ وكيف يسأل بها عن اتباع: كيف صمت؟ هل صمت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ وهل صليت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أم كنت مبتدعا؟ فإذا توافر هذان الشرطان في العبد، في فعل العبد، قبل، وإلا رد في وجه صاحبه. ولذا جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا أبو أمامة الباهلي، فقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي يلتمس الأجر من الله عز وجل والذكر ليذكره الناس بخير ويقولون عنه أنه شجاع وأنه بطل، فقال: يا رسول الله، ما له؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل 3 مرات، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.